ضم احلاها ايامك، باركها المولى وادامك، الجنه تعطر انسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دوزتوا نهاركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كما شفتوا في العنوان، اليوم ان شاء الله غنوجد معكم لو سويس رول ولا لابيش باش معروفه. لهذا الغرض هذا كنحتاجوا الورقه ديال الجينواز اللي كنحتاجوا ليها 150 غرام ديال الدقيق الفورس، 150 غرام ديال السنيده، 4 ديال البيضات، وقشور ديال الحامض، ومليحه لتصحيح الذوق. هذه بالنسبه للجينواز. بالنسبه للتزيين كنحتاجو كريم شونتيي، كنحتاجو كاكاو غبره، كنحتاجو ياغورت ديال الشكلاط، وكنحتاجو الكاس ديال الحليب يكون بارد، وهنا عندي قهوه سريعه الذوبان، وعندي الشكلاط مذوب. دابا غندوزو لطريقه التحضير. دابا غناخذ البول ديالي باش نوجدوا الورقه ديال الجينواز. كنبداو على بركه الله، كنديروا البيض هو الاول. بسم الله. المهم بالنسبه للبيض كيكون على درجه حراره المطبخ. بالنسبه للسنيده والدقيق كيكونوا نفس القياس. كنزيدوا ديك قرصه ديال الملحه، كنخلطوا واحد شويه البيض، دابا غنزيدو ديك 150 غرام ديال السنيده، وغنبقاو كنخلطوا فيه حتى كنحصلوا على واحد الكشكوشه تكون بيضه. المهم كنبقاو كنحركوا فيه. دابا كنبقى نخلط فيه انايا حتى كنحصل على داك. من بعد غادي نوريه لكم. المهم البنات كنبقاو كنخلطوا في داك الخليط ديالنا حتى كنحصلوا على داك البيض كيضاعف الحجم ديالو، وكنحصلوا على خليط كيكون مهوي من الداخل، وكذلك الا كتبنا شي حاجه فوق السطح ديال الخليط كتبقى باينه بحال هكذايا. دابا غنحيد هاد الطرب هذا، والدقيق غنديروها بالمعلقه، هو ودوك القشور ديال الحامض. دابا في هاد المرحله هادي كنحيد داك الطرب الكهربائي، وكنزيد كنخدمها بالمعلقه. دابا كنزيد هادوك القشور اللي عندي ديال الحامض، وكنزيد كذلك حتى الدقيق. الدقيق كنبقاو كنزيدوه تدريجيا، وبالنسبه للتخلاط ما كنخلطوش هكذا. داكشي علاش ما استعملتش الطراب اليدوي، كنستعملو معلقه، وكنبداو كندخلو داك الدقيق من التحت للفوق، يعني كنحركو من التحت للفوق صافي حتى كندخلو هذاك باش ما يهبطش لينا داك البيض. هنا الغرض ديالنا هو هذا الخليط هذا يبقى مهوي هكا من الفوق لتحت، وحنا كندخلو في هداك الدقيق. نزيد الكمية الأخرى. نزيد هديك الكمية اللي بقات. كما كتشوفوا
كنزيدو بشويه بشويه الدقيق وكنخلطو غير بشويه باش ما يهبطش لينا داك الخليط. حنا الغرض ديالنا هو داك الخليط يبقى لنا مهوي باش تجي الجينواز ديالنا طالعه وتجي زوينه وتجي هشيشه. كنبقاو كنخلطو بحال هكذا حتى ما يبقاوش يبانو لنا دوك الكويرات تاع الدقيق. كما كتشوفوا كما كتشوفوا الخليط مهوي صافي هكذا يا كنحصلوا عليه ما كيبقاوش عندنا دوك الكويرات تاع الدقيق. كيجي منسم بالحامض داكشي اللي درت فيه دوك القشور ديال الحامض. صافي دابا حصلت عليها القوام اللي بغيت وعلى الخليط اللي بغيت بحال هكذا. دابا غندوزو باش نديروه في الطاوه ديالو ونوريكم كيفاش كنديرو. بالنسبه للطاوه ديالي كندير فيها واحد الورقه ديال الزبده، كندهنها بشويه ديال الزيت من التحت ولا كناخذ شويه ديال الخليط بالصبع ديالي كندير القطط وكندير فوق منهم ديك الورقه باش تلصق. صافي كنحط الخليط ديالي في الطاوه كما كتشوفوا راه مهوي من الداخل كيجي على هذا الشكل هذا. صافي وكناخذوا داك الخليط كنسرحوه بحال هكا كما كتشوفوا في الطاوه بهذه الطريقه هذه كنسرحوها بالمعلقه. كنوصلوا الخليط كلشي الجوانب ديال الطاوه بحال هكذا كما كتشوفوا. كنقادوا السطح وكنحاولوا باش يجي يعني نفس القياس يعني ما تكونش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه بحال هكذا كما كتشوفوا. بالنسبه للفران كنكونوا مسخنينه قبل على درجه ديال 180 درجه وكان حتى كيسخن شويه. صافي كندخلوا الطاوه للفران كنشعلوا لها شويه من التحت واحد 5 دقائق من التحت، من بعد كنعاودوا نشعلوا الفوق والتحت ونردوا معها البال. راه في ساعه كطيب دغيا 10 دقائق 15 دقيقه وكتكون طايبه، ما نخليوهاش تطيب بزاف باش ما تقصحش حنا بيناتكم تبقى لنا رطبه. صافي دابا غندخل الطاوه ديالي للفران غنقدها وندخلها للفران ونتلاقاو من بعد. فهاد الاثناء هذا عفوا فاش نكون تكون في الفران غنوجدوا السيرو باش غادي نسقيوها ملي غنخرجوها وكذلك غنوجدوا الكريمه ديال التزيين ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا كي غنديروا التزيين ديالها. من بعد ما وضعت الجينواز ديالي في الفران طيب وجدت في هذا الاثناء السيرو اللي غادي نسقي به الجينواز اللي درت فيه كاس ديال الماء مع نص كاس ديال سنيده ودرته فوق البوطه حتى غلى مزيان ودابت لي هذيك سنيده وعطاني هذا السيرو هذا. دابا غنوجد الكريمه ديال الشونتي. هنا عندي 4 المعالق ديال البودره ديال الشونتي غندير معها كاس الا ربع ديال الحليب. هذا الحليب هذا كما كتشوفوا راه فيه الضبابه ديال البروديه يعني خصو يكون بارد مزيان باش الكريمه تدق معنا. دابا غندوز باش غنطلع الكريمه كنحركها في الاولى هكذايا من بعد ديالي من بعد ما كنخلطها كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فاش كنهزها كدير هذا المنقار بحال هكذايا. دابا غنزيد عليها واحد شويه ديال الغبره ديال الكاكاو كما كتشوفوا مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان باش تعطينا ديك النسمه ديالها. كنخلطوا بحال هكذايا في الاول كما كتشوفوا من بعد كنخلط بالطريقه طلعت الكريمه كما كتشوفوا وجدت السيرو. دابا غنتسنى على الحلوه ديالي حتى تطيب وان شاء الله نتلاقاو وياكم من بعد باش نشوفوا كي غنزينوها.
الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، راه كتجي رطبه ما خصناش نسهاو عليها، راه دغيا في ساعه كطيب. دابا غنسقيوها بهذاك السيرو اللي وجدت. نسقيوها باش تزيد ترطب. كنسقيوها حتى من هاد الجوانب هادو باش ما يجيوش قاصحين. الحلوه ديالي من بعد ما سقيتها دابا كندهنها بلاكريم اللي وجدت، كندهنها مزيان، كندهن السطح ديالها مزيان بهاد لاكريم. هاد لاكريم عاطيه منها الريحه ديال القهوه، كتجي زوينه حتى في المذاق ديالها كتجي زوينه، يعني ما كتجيش يعني كريمه عاديه، كتجي شويه من السما بحال هكا كتشوفوا. كندهنها مزيان، كندهن حتى هاد الجوانب هادو حيت ديما كيكونوا محقورين، كندهنهم مزيان كما كتشوفوا بحال هكذا. صافي من بعد كندير فوق منها شويه ديال الكاكاو مهرمش، نسيت ما قلتوش لكم قبيله في المقادير، باش تجي شويه يعني تجي ديك القرمشه في الداخل ديال الحلوه، تجي ديك الرطوبيه مع القرمشه كتكون زوينه. كنعمروها مزيان بكاوكاو حتى من الجوانب. صافي ودابا غنروليوها وغادي ندهنوها حتى من الفوق بالكريمه. من بعد ما روليت سميتها الحلوه ديالي كما كتشوفوا دابا كندهنها من الفوق بلا كريم، كندهنوها من الجوانب كامله كما كتشوفوا. من بعد ما كندهنها كندخلها للفريغو، كندخلها للمجمد، كتبقى فيه تقريبا واحد الساعه بحال هكذاك باش هاد الكريمه ديالنا تقصح تشد فراسها مزيان، باش ملي نزوقها بالشوكولات كتكون شاده فراسها وكيجيني الشوكولات ساهل في التزيين. ديك الساعه من بعد غنتلاقى انا وياكم ونشوفوا الطريقه ديال التزيين كيفاش غنكملوا. الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من المجمد كما كتشوفوا زينتها بشويه ديال الشوكولات، ذوبته هو وياغورت ديال الشوكولات، وزينتها كذلك بفيرميسيل وبكاوكاو مهرمش كما كتشوفوا. كندير بحال هكا خط ديال فيرميسيل وخط ديال الشوكولات وخط ديال الكاوكاو عفوا. وبالنسبه للتزيين راه كل واحد ديال اللي كيزين على حساب يعني داكشي اللي موجود عنده في الدار، ويعني على حساب كل واحد والتزيين ديالو. صافي غنبقى حتى نكمل وفي الاخر نوريكم نقطع منا واحد المرسو باش تشوفوها كي كتجي. الحلوه ديالي من بعد ما قطعتها كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي حاله زونيه، وديك الكريمه كما كتشوفوا في الداخل ديالها، وكذلك داك الكاوكاو المهرمش، وكتجي فيها ديك النكهه ديال القهوه والكاكاو، يعني كتجي كتعطيها واحد المذاق زوين، وداك الكاكاو كيكون الكاوكاو اللي كيكون في الداخل كيعطيها واحد القرمشه في الاكل، كتجي زوينه حتى المنظر ديالها كيكون زوين كما كتشوفوا. بالنسبه للشوكولات اللي بغى يعمرها كامله بالشوكولات الكحل راه كيعمرها، اللي بغى يخليه بحال هكا داير دميعات بحال هكا كيعطي منظر زوين اكثر للحلوه. دابا غنقطع منها شويه كما تشوفوا. بسم الله شوفي كتجي كتجي رطبه كتجي كريمي وزوينه بديك لاكريم اللي كاينه لداخل. بسم الله كتجي زوينه صراحه، كتجي واعره. هكذا كيكون الفيديو ديالي كيوصل للنهايه ديالو، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وكذلك تخليوا لي واحد الاعجاب زوين بحالكم الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء اصدقاء.